في محور الدفاع الى جانب عمارة بينية وفرصة الجول. جول جول من هدف ثاني. اتوقع بان الوداد اليوم سيكون على موعد مع فيستيفال كرنفال تهديفي. الحمراء ليس بغريب، الحمراء ليس بغريب بن عنايات الثاني في هذه اللحظات، الثاني للوداد الرياضي. نعيم عراب، نعم نعيم عراب، واحد من المتألقين في مباراة السانداونز. أتصور بأنها ستكون مباراة تدريبية، مباراة تدريبية وحصة تاريخية في الانتظار. لن نسبق الأحداث، ولكن لاحظوا في غفلة من مخرج المباراة، أتي غزوي رسمها، أتي غزوي حتى على المقاس، وأعراب بالرأس حتى وجبال في بعيد عن بقية الأندية. إسماعيل العرضية وناجم لمسة جول.